واخر شيء لازم ننتبه انه اكثر شيء بخوف من اللي بصير الان من رده فعل ايجابيه جدا لريال مدريد، انه الثوره كلها قائمه على فاعليه كريم بنزيما. يعني لا جونيور بيسجل بصنع، وبين ما بيسجل الا الاهداف اللي بتيجي شفناها الثالث او كذا. هذه الثوره كلها قائمه على بنزيما. رائع اللي بيقدمه الان بنزيما بهذه الفتره، احسن شيء ممكن شفناه منه من 2011-2012. بس اللي بيخوفني اكثر انه احنا بنعرف بنزيما سنين كثير، وبنعرف انه باي لحظه ممكن يرجع يعمل دروب. فالخوف كله انه يرجع يعمل دروب، الخوف كله انه هاي الثوره كلها قائمه عليك كفعال كحاسم انك ترجع تنزل. فلو رجعت نزلت اعتقد ريال هيرجع يدخل المشكله. هذا اكثر شيء بخوف من نهضه ريال مدريد الحاليه صراحه.